دفاع متأخر للفريق الليبي وهجمات مرتدة، ضغط عالي لفريق كي اي بي وهو دفاع مرتد. فرصة هدف أول، فرصة هدف أول، هو الهدف الأول، هو الهدف الأول. ديوغو مانكوزو اللاعب البرازيلي لاعب أوغوستو الإيطالي يتقدم لكي اي بي بأول أهداف اللقاء. مجرد ما تتفتح له بس صغرة للتصويب لا يرحم لا يرحم لا يرحم. التحرك من غير كرة اللي اتعمل هو اللي فضله المساحة الحية في العمق، فأصبح الموقف واحد على واحد. هو مع المبادئة مع المبادرة، هو اللي زق الكرة الأول، هو مش محتاج غير الكأس. ووصيف الدوري هذا الموسم هذا الفريق خسران 1-0. أدي على طول تصويب، ولد يا ولد يا ولد يا ولد، التعادل التعادل يعيد النادي الأهلي للمباراة ويبدأ اللقاء من نقطة البداية. الله على الانطلاقة الجميلة باليمين ومن بين الرجلين، 36 سنة كلهم خبرات كلهم إمكانيات كلهم تصوبات، يسجل ويقول له من الشبكة هات. يا سلام يا محمد يا شحوت، الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد هناك في بنغازي. ولكن 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 ردة الفعل على طول، ناصر العلبان يسجل التعادل. غريبة يا كورة أحوالك، يمينك راح على شمالك. أي والله أي والله، في لمح البصر هدفين، في لمح البصر. ودي عظمة كورة الصلاة، ودي روعة كورة الصلاة. رمز الشريف اللي صد أصعب ما يمكن أن يصد، تصطدم في زميله رقم 7 محمد بوحجر إيطاليا. هيلعب مانويل الضربة الأولى، مانويل يسجل. لو سجل التعادل، لو سجل التعادل، ولكن 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 لو سجل تبقى 2-0. نعم يسجل يسجل 2-0 أصلا الفريق لسه 2-1. يسجل يسجل 2-1 أخيرة. لو فاز مبروك كي اي بي، ولكن ضاعت ضاعت ضاع الأمل وضاعت فرصة النادي الأهلي. يسجل التعادل يسجل التعادل محمد شحوت، بس المهم انها تتعاد مع بقية الفرق في كل المواقف، هو ده الكلام. ويسجل بالفعل، يسجل نصر العلبان ويتقدم. والتصويبة فرصة التعادل، فرصة التعادل، نعم التعادل التعادل لأحمد فتحي، واحد من نجوم المباراة أحمد فتحي. وأحمد الفارسي، أحمد يصوب، برافو يا أبو حميد، برافو يا أبو حميد. حاول معاه حارس المرمى رمز الشريف، لكن كانت سريعة وقوية الحقيقة. أمل على فتح الخوجة، فتح الخوجة يسجل، يسجل فتحي الخوجة. والتعادل حتى الآن 4-4. كبير ملعب صغير، أوه رائع رائع، حارس المرمى رمز الشريف. رحومة وليد رحومة، وعبد الله حيات يتألق. يا عبد الله يا عبد الله، في إهدار فرصة التقدم والانتصار. الحارس أيضا رمز الشريف، الدور هيجي عليه بعد اللعبة دي. أدي ضربة الترجيح، عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا أخويا سماح، نفسه يكسب وكل فريقه يرتاح. عبد الله متألق، عبد الله مبدع. رمز الشريف نجم المباراة قد يكون الأول، ولكن ماذا عن رمزي؟ لو سجل يبقى التعادل، لو ضاعت ضاع النادي الأهلي وفرصته، ضاعت وضاع فرصة النادي الأهلي. مبروك كي اي بي، هارد لك لأهلي بنغازي.